السلام عليكم، كيدايرين المشاهدين؟ لاباس؟ كيدايرين؟ بخير. جيت نشارك معكم واحد المقروط، يعني المقروط غني على التعريف، كلشي كيعرفو. المهم كل واحد كيعطيه اللمسه، شويه من الدزاير، شويه من وجده، شويه من هنا، شويه من هنا، كل واحد وشنو كيعطيه حتى كتحي في شي حاجه زوينه. ان شاء الله جيت ندير معكم واحد المقروط بسيط وزوين هشيش. عندي ما نقول، يلا نبداو في العمل. غادي نحتاج واحد نص كيلو ديال السميده، السميده غير الحشه، هذيك اللي كندير في الحشه، يعني ما كنديرش غير الغليظه والرقيقه باش ما يتفتتلكمش، ديرو غير السميده ديال الحشه. واحد الكاس ديال الفرز، كاس العنبه، واحد جوج بياض البيض. اللي كيقول لك ما كيديرلوش بياض البيض راه ما كاينش، يعني ما بياض البيض هو اللي كيشدو، ما كيخليش يتفتت في المقله. الا ما درتوش راه يقدر كلشي السوائل، يعني الزبده ولا كلشي كي. غادي ديرو هذا نص كيلو، جوج بيضات، جوج بياض البيض. غادي نحتاجو واحد ثلاثة المعالق ديال السنيده، وواحد القرصه ديال الملح، الفاني، هاد الكوك. غادي نديرو، غادي ندير لكم واحد الاخر، غادي ندير المقروط عادي ديال التمر الطويل، وغادي ندير واحد داير بحال شهدة النحل، هو بسمعها كمقروط بعد الطابع هذا صافي. غادي نحتاجو واحد مزهر، شويه المزهر، معلقه السنيده قلنا، الملحه، الفاني، العسل خلاص هذا، التمر ديالنا غادي نديرو فيه شويه ديال القرفه، شويه ديال الزبده، ماعرفتش نزيدو فيه شويه ديال الزبده ماشي بزاف. وغادي ندير واحد شويه ديال اللوز، اللوز كيبقى الاختيار، اللي بغا غادي يديرو، اللي ما بغاش بلاش. وغادي نحتاج واحد المعلقه ديال الزيت، مبتهلاش، نحتاج واحد المعلقه ديال الزيت تاهما، المهم العسل والزيت القليل، والعسل راكم عارفين، العسل أنا كنفضل كندير ديال لي كنشري، كتكون شويه ثقيله مزيانه باش مكيجيناش هداك لي كنصاغو بيدانا، نقدرو منجحوش فيها ولا تكون فيها غير شويه الما صافي مغاديش تجينا مزيان. غادي راكم عارفين ديك العسل لي كتجي حنا خفيفه يقدر يبقى فيها الما، تهولنا داكشي يولي كلشي عجينه تما كيما. المهم حنا غادي نزيدو هاد الكاس ديال الفرز، لأن مادابا غادي نشربو بلاصل بلا ما نسحقو نديرو السكر بزاف. غادي ندير واحد جوج معالق ديال السكر باش كتجينا، نزيدو شويش، جوج معالق ونص. غادي نحتاجو واحد الفانيلا، كاس ديال الفانيلا، واحد نص معلقة ديال الملحة، أنا كتعجبني الملحة في الحاجة اللي كتكون حلوة بزاف. غادي هادو هاد المزهر نخليه من بعد، غادي نديرو السوائل و المزهر من بعد، ماشي جوج معلقة ديال الزهر ماشي بزاف. الكوك مغاديش نحتاجوه دابا، غادي بحال دابا نص كيلو ديال الفرز لاخر، غادي نديرو هداك 250 غرام ديال الزبدة، غادي نديرو غير نص ديالها هكا. واحد المعلقة ديال الزيت، هي عادي تقريبا جوج معلقة ديال الزيت، جوج معلقة. غادي نشدو دابا ندخلو الزبدة، ناخد الزبدة مزيان، الزبدة ما كندوبهاش أنا، الزبدة ما كندوبهاش، ملي كندوبها سبحان الله كندوبها كتجيني، كيجيني مقروط ناشف. كيجيش ملخوف، دابا أنا كنديرها ب هكا، كندخلو الزبدة في السميدة مزيان،
نص كيلو ديال السميده رقيقه، فيها كاس ديال الفرصة هكا، وجوج بياض البيض حتى انا هما التاليين، كيجيش مقاد ديالنا ناشف وصافي هادشي لي نزيد ما تبقى ديال الزبدة عاود تاني، المهم قولي دخلت لنا 250 غرام ديال الزبدة، درجة المطبخ معليش 250 غرام ديال الزبدة في نص كيلو ديال السميدة وكاس ديال لاخر، غادي نوريكم طريقة الخدمة ديالها كي غادي نديرها. نسيت ما حطيتش الماء، المهم كنبقى كندخل هاد الزبدة هادي مزيان، هو كيقلك أنا كنشوف الأخوات كيقولك خصها تبات ليلة كلها، لا أنا مكيخلاش تبات ليلة كلها، غادي نوريكم هنا فين تبات لي غادي لي بغات تبهيتها، المهم دابا هكا غادي نشربوها هكا مزيان كنشربوها مزيان فهاد الزبدة والزيت داك الفاني مليحة وشوية ديال السكر، أرانا من بعد غادي خصني ندخلها مزيان هنا هكا متبقاش، غادي نوريكم الطريقة، أنا كنقطها كندير نجيب المهم حنا دخلنا الزبدة مزيان ف بسم الله نغسل اليدين، نديرو بياض البيض دابا، لا انت نحيدو، غادي نشد واحد هدا لي صايبنا، غادي نبغيو واحد هكا واحد تقريبا غادي نقسمو صافي داكشي الكمية لي قديتو نتوما ليها ديرو، أنا غادي نحيد هاد شوية، غادي نحطو هكا حدايا، هنا على جنب، غادي ندير بياض البيض، بياض البيض فقط. هاد البياض البيض هو اللي ما كيخليناش المقرط يتفتت لنا ملي كنا كنقليوه، نسمعو مزيان هاكا اللي كاين ما كيديروش كيقولك هو راه البيض ما عندو حتى علاقة بالبوسه ديالو ولا شي حاجة، البيض بالعكس البيض كيجمعو لنا ما كيخليش يتفتت، انا شي وحدة عيطات عليا قالت لك دات المقرط قالو لي ما ديرش هدا تصورو معايا نتوما الزبدة والزيت وداكشي هداك الزبدة والزيت كت تفتت الحاجة، دابا حنا درنا هذا أداة نخليها هنا، غادي نشدو واحد شوية د مازهر، تقدر واحد جوج مرقات ولا ثلاثة على حسب، واحد جوج ثلاثة، صافي نخدو هنا هاد المازهر، غادي نجيبو الماء، دابا هنايا طريقة الخدمة ديالها هنا، هنا غادي نخدو مزيان. شوف هكا غادي نديرها، هادو لي حريرة تخرج كاع منها لأن معندنا ها شتي، هذا واحد المقرط قديم كنا كنديروه، كنا كنديروه بلا تمر بلا والو غير هكاك، كان ما شاء الله كيجي معلك وفتي وعندي ما نقلكم، صافي هادي هي الطريقة ديال هاد الخدمة، غادي نجمعها مزيان هكا. غادي نخليوه هكا، كاع
كاين اللي كيدير فيه الخمارة الحلوة، داك الخمارة الكيماوية، الخمارة الكيماوية كتسال ملي كيطيب كيبدي عندنا الشكل ديالو. عفتني إلا كنت خادمة كوموند ولا شي حاجة، كنديروش كاع الخمارة فيه باش الطنية يقوليك حسب نسيتها ولا لا، أنا مكنديروش، مكنديرش الخمارة، الخمارة الكيماوية ماشي هاكا صافي هاكا كنخليها تشرب، كنخليها يشرب مزيان هاكا. غير واحد شويه وغادي نرجع ليلو عاوتاني، نخلي هكا تشرب هكا، غادي نرجع ليلو باش غادي نهز هذا ونزيدو هنايا. صافي هكا كنخليه، كنخليه هكا نشكل هكا مثلا ديال الزبده ولا حاجه كنخليه صافي. كنمشيو نصابو التمر ديالنا كنديروهم كنحبلوهم كنوجدوهم، كنخليو هذا على جنب، كنخليها تشرب هاد السميده، كنخليها تشرب دابا، كنخليها تشرب حتى هذا ونهني معاكم. بعد ما العجينة ديالنا خليناها دخلت لنا في هذيك السميده بحال اللي عطات شويه، شتي شتي تبارك الله طاجي ديالي ما شاء الله. غادي نقطو دابا السميده ديالنا هذيك اللي راه بالطبع راه فيها الزبده وفيها كلشي، نقطو بشويش وندخلو داك الزبده في داك العجينه اللي طريه، هاد العجينة لي مازال ناشفة، كنبقاو شوية هكا حتى كنحصلو على القوام لي بغينا. ربما تكون فوتة فيها شي شوية الماء، هي كتنشف خليوها تنشف، إلا شتوها مازال لاخرى خليوها تنشف، وانتو مزروبين شتوها لاخرى تقدرو ديرو شوية ديال السميدة ولا فوس لي بغيتو نتوما. انا دابا انا عارفه لها القوام ديالها، دابا الما بغيت نقول لكم الما، ولكن خفت الما على حسب السميده، كان السميده اللي كتكون شويه غليظه كان اللي رقيقه، انا دايره هذه اللي رقيقه تقريبا واحد 3 كيسان ولا 4 كيسان ديال الما. صافي من تما نخليوها، انا هي المهم نخليوها خفيفه غتجمدوها بالسميد، هذا هو المهم ديالها. دابا صافي نخليها هكا دابا شويه تشرب ونبدا في طريقة العمل ديالها. شوف تبارك الله جات تبارك الله ما شاء الله تتغير اليد، هي ضروري داك جوج بيض د البيض، الخمارة مديروهاش، الخمارة كيماوية مديروهاش. دابا نخليوها تشرب هكا، تشرب لنا شويش، صراحة أنا كنت غادي ندير مقرب، ولكن شفت الناس كيتشكا وكلشي كيتشكا منو، قال لك شي اللي كيجيها قاصح قال لك كيتفتل بالمقلا كلها وشنو، وانا كنشوف انا زعما طريقه المقرط جاتني ضحكه حطو كاع، ولكن انا شربت مع الخوت ديالي ما عنديش ماشي مشكل، كل واحد طريقه الخدمه ديالو. دابا هي شنو كنت نقول لكم، واحد طريقه الخدمه ديالي. صافي غادي نخليو هكا كينشف ان شاء الله حتى نصاب هذا حسب التمر وداك الشيء وهاني معاكم. بعد ما خلينا شفاء مثلا على المصاريات بالنسبه لي غادي يكون غادي يدو اول مره داك الشيء، غادي الاخر المهم غادي نخليوها تنشف شويه، جات كتنشف لنا بغينا، واخا كنت مازال شويه خفيفه كنخدم بها حتى صافي تولفت بها. صافي كندير واحد شويه ديال السميده هنا في الارض في سطح العمل، كنديرو في يدي بشويه الزيت إلا خفتو غتلصق لكم. صافي كنقطع غير بشويه هكا هكا، كنمشي بيها هكا هكا نزيد دبالا، من بعد كنحطها هنايا هكا في السميده، كندير واحد الفتحه في الوسط نفتحها هكا على حساب باش كنحشي التمر. صافي نقادوها مزيان هكا، كنجيب كندير فيها هدا بغيتو رقيق غليظ على حساب، المهم أنا نضت فيه اللوز شويه القرفه
واحد شويه ديال الزبيب تبقى تبدا ماشي بزاف، بغيتي تجربو بلاش ديرو غير القرفه و صافي كنبقى كنلوي هكا كنقد هكا خصني التمر باش يجيني في الوسط، مبقاش ندير هكا نمشي إلا بقيتو كتهرب بيها في هكا يقدر التمر يهرب لك لهاد الجهة و ملي تقطع غادي يجيك التمر في الطرف خصو يجي في الوسط هكا بحال هكا. أنا عندي المرشم، كاين واحد المرشم ديالها راه عندي في الخدمة ما جبتوش، كنقادو هكا كنمشي هكا كتير بحال شكل كتفقص صافي كنمشي كبلي ما عندهاش داك المرشم، اللي عندها المرشم كتقطع المرشم وتقطع ديك الجواني، من بعد كتمشي كتقطع اللي ما عندهاش دير غير الموس على حسب كل واحد كيبقى له الاختيار ديالو، ومن بعد عاد كتقطع تقادوها ها تقطعوها تقادوها من الجنب هكا هكا الحمرية راه باينة. المهم كنقطع الزائد هذا كيمشي من هادشي وديما الموس مسحوح باش ميبقاش هادا على حسب العبار كبروا صغروا كيبقى لكم نتوما الاختيار ديالكم. كل واحد والاختيار ديالو ديال العرض الطول الشكل التقطاع اللي بغيتو نتوما على حسب الموس كيستقلنا ضروري خصو يتمسح. مازال انا عندي خفيفة تطلع مزروبة بيها قولي غير الحبات غي نكملها معنا راني ساليت الموس خصو يتمسح لأن ما التمر كيلصق. صافي هدا هو الشكل النهائي ديالنا ديال هدا المقروط، نتوما خليوه لما كنتو تخدموها بيه شوية ما جبرتو مازال لاخر خليوه يزيد ينشف شوية عاد صافي. أنا معليش وخا كان مازال خفيفة شوية كنصالي العجينة، غادي نوريكم واحد الطريقة أخرى عاوتاني، غادي نقسم العجينة على جنب، غادي نجيب واحد شوية ديال هادي من هدا اللي صايبنا هكا، غادي ندير فيه الكوك، كندير فيه الكوك. اللي بغات تلاقى فيه دابا هكا، انا نسيت باش نوريكم في الاول قبل ملي كنت كنعاد كندير لها الماء غادي نفزقها باش هذيك الاولى اللي كنفزقها ونخليها تنشف هذيك كنرميها، الا بغيت نقسم على جوج كندير نص الكوك ونص هكا، هذيك قبل ما ندير لها السميده كندير لها الكوك، ندير لها الكوك ونخليها حتى هي نص هكا ونص هكا، من بعد كنبقى ننشف هذه اللي غادي ندير لها التمر وكنولي ننشف داك السميده اللي خلينا مبسوسه بالزبده والاخر. ما ننصحكمش في السمن، كنقول السمن ولكن ما واحد الخطا صبت هي انا بالسمن خليتها ما كملتش سيمانه وبدات كتطلق لي الريحه، داك السمن بدا كيطلق الريحه، درت الزبده دايبه الزبده دايبه عاوتاني حتى هي كت ماشي كتطلقش الريحه ولكن كتنشف كيجي المقروط ديالنا اللي داز غير سيمانه كتبقى ناشف كذا كل بحال كتعدي في ديك الحشره اللي كتكون بايته، هذا لا هذا ما شاء الله كيجي تبارك الله. المهم كنبقى هكا كندخل هاد الكوك في السميدة هدا المقروط ديالنا من هنا، هو كان خاصني نديرو قبل ما ننشف العجينة اللي كانت عندي هنايا عمرتها بالماء، تما كان خاصني نقسم وندير الكوك، الكوك كيبقى لكم نتوما غير على حسب اللي بغيتو نتوما، ديري شوية تكتري اللي بغيتي اللي بغيتي نتوما. صافي كنشدو هادو هكا كنخليوها هكا تشد حسن شوية سمين سهلو كنقطعو صافي كنديرو هادو كنديروهم لي بول هكا نديرولكم الطريقة راكم عارفينها هكا كنحط لي بول ديالنا صغيرين كنديرهم صغيرين طبعا مكنعرفهم كنشد هادي هادي التمر من الأحسن الكوك ديرو ملي كون عاد أنا في التفصيلة خليتها تشرب تما ديرو الكوك، ولكن قسمو ديرو نص الكوك لأن هذا ما غاديش يحتاج للكوك، فهمتي هادو اللي غادي نديرو التمر باش نديرو الكوك هذا هاد اللعيبة كنديرو لهادي
هادي كتبوها مني بزاف الصراحة، هادي كتكون ديال السمدة ماشي ديال الطبيعي، طبعا خصني ندير له هكا السمدة وجه الكوك اللي بغيت نتوما باش نخليها تنشف شوية باش تيغا تكون داك المنظر ديال الصوص حتى الصوص حنا خدامين بيه، تندرك هاكا بالسمدة تدخل فيه السمدة بزاف هاكا نشدو شويش هاكا كنت تخليوها شوية تنشف شوية حتى أنا عندي شوية مازال لاخر، صافي غادي نديرها في السمدة، ندير واحد الحبة في السمدة هكا، ضروري خصني ندكيو عليه حتى يخرج حتى يبان لنا التمر الداخل، شتي نسى كيبان التمر الداخل، راه ساهلة غير مثلا. ايوا راكم باينين راكم شتو الطريقة، راها باينة واضحة غير باينة عندي حيت السميدة مازال ما نشفت، خصها غير شوية تنشف، صافي غتبقى لي طريقة القلي، القلي راكم عارفين عادي ديرو الزيت في المقلاة في اللول غتكون سخونة من بعد نقصولها، غير هي ضروري خصها تسندا في شي شبكة ديال الفريتوز ولا ديال اللي بغيتو نتوما باش كتقلي باش داك التمر ما كيتلاقاش وحدة مع وحدة ولا كتحطوها في تكون الزيت شويه وفيها تكون مقله عامره بالزيت راكم عارفين، كديروها في واحد الشكه ديال الفريتوز ديروها تقله فيها ومن بعد هزو، وهي الطريقه ديالها ديال القلي، القلي ما تخليوش مقرط الحمار بزاف، الا حمار غادي يبس راه حتى هو بحالو بحال الشبكه كيما خصو غير شويه ويهدى صافي تا هو هدا كيجي بالكوب كيجي رائع زعما الصراحة، مع داك شوية اللوز لي درنا في التمر، اللوز لي درنا في التمر هو هدا جا زوين، كيجي هكا مفرفش شوية، ودرنا هدا درنا فيه العجينة درنا فيها الكوب الأخرى خليناها هكاك، إيوا نتمنى من الله يعجبكم إن شاء الله حتى الطريقة تقليو هاني معاكم، بعد ما درنا المقرط ديالنا نشاف. خليت تنشف مزيان غادي نديرو في الفريتوز يتقلى، هاد القلي خصو ما يكون شاف، ما تخليوش الزيت طيب تكون طايبه بزاف، شويه من بعد نقص البطا ديالنا ونستمر هكا حتى نساليوه هنا عندي فريتو الصغيرة، حيت أنا راني قليت وكملت غير راني كان مع المشاهدين كنت نجيب الطريقة القلي، عارفة دابا مع هاد السهودات، نديرو في المقلاة ديرو اللي بغيتو، ديرو ما خصوش يتحادى بزاف، إلا جبتو بقيتو كطلخو فيه مع المقلاة مع هادي. صافي المهم غادي نبقى هكا كنقلي ونستمرو، من بعد غادي نديرو فلاصيل ديالنا، فلاصيل نديرو فلاصيل، فلاصيل تقيلة فلاصيل ما تكونش جارية ولا، من بعد كنديرو يقطر وكنخليوه ينشف، هداك اللي ندور بحال دابا هدا ديال الرمان تاع الكوك، هدا تا هو غادي نساليوه ونديرو عليه الكوك، النعناع السلوح ونديرو عليه الكوك، مخصوش يتقلى بزاف، يتحمر ما يتحمرش بزاف. يلا بحال الشباكيه الا تحمر بزاف غادي تيبس لنا، من الاحسن انا ملي قطعتو راني خليته ينشف شويه باش يشرب مزيان، من بعد دابا ملي غادي نقليه ونعسلو مباشره في واحد الطاسه بلاستيكه ولا دجاج سوبر دجاج ولا هذا تما باش تخليوه يبات، غير اللي قليتوها ديروها في العسل، في العسل ديروها تقطر من بعد ستفي في واحد السوبر وغطي بالسلوفان
ما بين وبين، ديري طبقه وغطي وديري طبقه وغطي وانت غاديه تتكملي القلي ديالك. ايوا ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون. يعني انا ما حيدتو شافو بلا كيتحمص صافي، دابا غادي نحيدو. ما شاء الله كيجي ولا شي واش قلت انا دايره في السكينه وخليها في الشبكه وخليها تكون زيت شويه من البقرة هكا يولي يتحمر، يولي يتحمر راه ايوا ان شاء الله حتى نكمل هاد الطريقه كلها غادي نستمر هكا ونساليو ان شاء الله من صافي. يلا تهلاو لراسكم حتى نتلاقا ان شاء الله. ها الشكل النهائي ديالنا بعد ما قليناه، يعني غير في القليل الله يعطيكم الرضا، القليل القليل تردوا بالكم فيه، ما تخليوش داك القشره تيبس لكم ديال المقروط. القليل خصو غير شويه بحال شكل الشباكيه، غير مجرد ما يبقى يعطي داك اللون ديالو عاد بدا كيذهب حيدوه ديرو في العسل كيعطينا هذا اللون هذا. الا زدتيو اكثر من القياس والله ديري مع شنو ديري فيه يجي كيجيك يابس. هو عادي ديري، هو السر ديالو اغلبيه في القليل، السير ديالو في القلي كتنساو عليه كتعاينو حتى يتحمر. الا تحمر لكم في المقله صافي كيبس. دابا هو غير ملي يكون مجرد عاد كيعطي واحد اللون ديال ديك اللون الذهبي بارد صافي هزوه ديرو في العسل، العسل تكون بارده ثقيله باش كيشرب العسل مزيان. من بعد كديروه يقطر عاد كتوليو ديروه في واحد الطاسه بحال هكا. انا درت هنايا هادي، كنت كندير ندير المقروط، ندير واحد الميكا كنغطي بها هي فين شفتوها، ونولي عاوتاني ندير الطبقه الجاوجه. غير علاش كندير داك الميكاس ما بين وبين، راكو عارف التمر كيكون سخون ويبقى يتوسخ لنا، يلصق لنا حبه في حبه غادي يتوسخ. المهم هذا هو السر ديال هذا الاخر، خليوه انا الا كان كنتو مزروبين عليه قليته في الصباح خليوه في العشيه. الا قليته بحال دابا انا قليته البارح في العشيه، خليته بات ليله كامله في داك الميكا داك البلاستيكه كيطلق هذا. المهم تما باش تما اللي خصك عاد تخليه يطلق، داك اللي راه تخليه انت كيشرب في السميده في الثلاجه خليه كيشرب العسل ديالو في الطاسه وتشوفوا كي كيجي الدوري ديالو غادي ان شاء الله غادي يكون ناجح. المهم هذا هو السر ديالنا فهاد المقروط. هذا اللي درناه بلاقور ها هو فينا ديال هذا كيجي فتي، ها شتي غير مجرد كنبقى عليها هو كيجي فتي. يعني حتى داك السر ديال الطاسه اللي كنخليو فيها كيبات ليله كلها هو كيزيد يعاوننا كيعطيه الطراوه ديالو. ايوا ان شاء الله عاوتاني هذا درنا له شويه ديال الزنجير نتا هذا ها هو فينا، درنا الزنجير غير ما كان حادي فيه كيتحد راسه كيتفتت الصراحه كيجي غزال. هذا هو ديال الكوك، هو هذا رشنا بشويه ديال الكوك ديال التمر، درنا واحد شويه ديال الزنجلان محمر كيعطي واحد النكهه زوينه. داك حبه الزنجلان محمرين مع التمر بحال كيهرسوا لنا شويه الحلاوه وداك الشيء. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال هذا المقروط. نتمنى من الله يعجبكم، ولا كان شي حاجه شي اسئله ولا شي حاجه ديروا لنا في الكومونتير. دابا ان شاء الله انا مع الاخوات ديالنا شي كيفيه شي صافي، نتمنى ما تبخلوش علينا وعاونونا ان شاء الله طلعت القناه تزيد لقدام ان شاء الله. يلا تهلاو يا حبايب فراسكم، ان شاء الله الى الملتقى ان شاء الله حصه اخرى.